السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو النهاردة عن أفضل خلاط عصير لعام 2022، وده هنقدمه من خلال موقع الكم نيوز. فلو كنتي عروسة أو كنت ست بيت فأكيد الموضوع ده هيهمك جدا، ده لأن الخلاط من أحد الأجهزة المهمة في المنزل لإحضار الأطعمة والعصائر وكل ما يهم المرأة في المطبخ. بيوجد في الأسواق أعداد كبيرة جدا من الأنواع المختلفة والأشكال المختلفة وذات السرعات المختلفة وقوتها المختلفة للموتور من أجهزة الخلاط. النهاردة إن شاء الله خلال المقال بتاعنا وخلال الفيديو بتاعنا النهاردة هنعرفكم على كل الأنواع الموجودة في السوق وأفضل قوة موتور تناسب احتياجاتك. طبعا احتياجاتنا بتختلف من حاجات كتير جدا، في احتياجاتنا ان احنا نستخدم الخلاط ده بس لعمل العصاير، في احتياجات تانية بتكون زي مثلا طحن البن او طحن التلج، استخدام الخلاط في جرش التلج واستخدامها في طحن الحاجات او سهرس الحاجات السهلة جدا. فمن خلال الفيديو بتاعنا النهاردة هنتعرف على كل التفاصيل. بتختلف طبعا سرعة الخلاط أو الطاقة الكهربائية للخلاط من جهاز لجهاز. فبيبدأ عندنا الوات بتاع الخلاط من 300 لحد 900 وات، ويمكن لحد 1000 و1500 وات. كتير مننا بيبص على حاجة معينة في الخلاط وهي السعة، في ناس بتركز على سعة الخلاط بنسبة أكبر وجودة الخامة بتاعته كمان. أول خلاط معانا هو خلاط نيوتري بولت، من أحد احسن انواع الخلاطات الموجودة في الاسواق. السرعة بتاعته بتصل ل 900 وات، وده سرعة عالية جدا بالنسبة لخلاط حجمه كويس، بالنسبة لوات بتاعه عالي جدا، بكمان سهل التنظيف بتاعه جدا، ومن احسن الانواع اللي بتعمل فيها العصاير لانه صحي جدا. تاني خلاط معانا هو نوتري نينجا، وده من احسن الخلاطات او من اكتر الخلاطات اللي الاهالي بتحبها ومستخدم في الاسواق خصوصا في السعوديه وفي الاماكن دي. الطاقه الكهربائيه بتاعته عاليه جدا، بتصل الى 1500 وات، بيشتغل بنظام ذاتي سهل وذكي جدا، الخامه بتاعته امنه جدا وصحيه، كمان تقدروا تستخدموها في غساله الاطباق، صلب جدا ومتين ووزنه خفيف ومصنوع من مواد صحيه، وزي قلت لكم هو حجمه كمان قليل مبيحتاجش مساحه كبيره في المطبخ، وهو يعتبر من احسن الخلاطات اللي الامهات بتفضلها. احد الانواع الاشهر في مصر وهو خلاط براون، احد الاجهزة المشهورة جدا جدا ومستخدمة في مصر بشكل كبير، يستخدم ككيتشن ماشين، وهو في خلاط في نفس الوقت، يعني هو الاجهزة بتاعته متعددة، الخامة بتاعته عالية جدا والجودة بتاعته كويسة جدا جدا وضد الصدأ، سهل الاستخدام. طبعا بيحتاج مساحة شوية كبيرة لان القطع بتاعته شوية كتيرة، ألماني الصنع، ودي من أحسن الحاجات برضو الموجودة فيه. الخلاط اللي بعد كده خلاط كين وود، وده برضو بيتميز بأحسن جودة ممكن تستخدموها في الخلاطات. السعة بتاعته حلوة جدا، ولكن السرعة بتاعته عالية، ولكن مش زي ال 1500 وات ولا 900 وات، ولكن سرعته 600 وات بس. الخامة بتاعته بلاستيك ولكنها ضد الكسر وشبه الإزاز بالظبط، دي حاجة حلوة جدا. معانا خلاط سنوكر بعد كده 300 وات، ومعانا خلاط ميجا مي من كركماز، برضو من احسن الانواع اللي اتعرفت مؤخرا، ماركة ممتازة جدا. طبعا هي ماركة الاواني والحلل واللي احنا بنستخدمها في المطبخ. خلاط بلاك اند ديكر يعتبر من احسن ماركات العالمية، وهو سهل جدا الاستخدام وامن جدا وكمان حلو جدا. خلاط براون مالتي كويك من احسن خلاطات العصير اللي تقدروا تتحكموا في الملحقات بتاعتها جدا، وتقدروا تشيلوها بزر واحد. ايه النصايح لاختيار افضل خلاط او الخلاط المناسب ليكي؟ تختار الخلاط اللي ملحقاته تكون سهلة الفك، سهل التنظيف، ويمكنك وضعه في غسالة الاطباق، ودي اكتر الحاجات الناس بتدور عليها. يكون مصنوع من خامة امنة تماما على الصحة، يعني يكون امن صحيا، كمان يكون سعة الخلاط وطبيعة استعماله، حتى يمكنك من اختيار الطاقة الكهربائية المناسبة لاستخدامك، كمان تحددي السرعات اللي انت محتاجاها في الجهاز بتاعك، والخامة اللي يكون مصنوع منها الجهاز اللي انت محتاجاه، سواء من البلاستيك المقاوم من الكسر او من الزجاج او حتى من الستانلس ستيل. ويكون النهاردة الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. اتمنى تشرفونا بتعليق تحت لو في اي استفسار، وهسيب لكم كمان لينك المقال في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت علشان تطلعوا على كل التفاصيل الخاصه بجميع الخلاطات. اشوفكم في فيديو جديد على خير.